وملائمة. طيب تعالوا نشوف أيضا علينا أن نواجه ظاهرة التعدي على نهر النيل والبناء عليه والاستيلاء على الأراضي المتعلقة بالثروة السمكية، يحدث ذلك في دمياط. من أي عهد في القرى تتدفق، وبأي كف في المدائن تغدق؟ هكذا قال أمير الشعراء شوقي عن النيل قديما. أما الفراعنة فكانوا يقدسون النهر ويحترمونه ويصون به خيرا. اليوم اختلفت الصورة وتغير المصريون عن حب نيلهم، فليس النيل يهدد من منابعه فحسب بسبب سد النهضة الإثيوبي، لكن تهديد النهر يتأتى ممن شربوا من مائه وارتوت أجسامهم. تعديات على النهر الخالد على قدم وساق، حيث شهدت أراضي طرح النهر بمدن وقرى دمياط تعديات سافرة عليه. المشكلة بتاعتنا هو تعدي بعض الأهالي على مصرف محب والسيالة بالردم وطمس معالمه والاستيلاء على أرض تخص الثروة السمكية. إحنا ملناش مصلحة ده غير نيل، إحنا دي ممتلكات دولة فبيعتدى عليها، فإحنا كأهالي بندافع عن ممتلكات الدولة. مافيا أراضي بمساعدة بعض المسؤولين الله أعلم من هم استولوا على الأراضي، جابوا ورق إزاي جابوه ما نعرفش، عملنا ليهم محاضر في الأقسام عشان ردم الزبالة بالبحيرة بالزبالة بمساعدة مسؤولين. مصرف دوت لما السد بفعل العوامل الردم والزبالة اللي حضرتك شايفها ديت، عيلة المية من الجنب التاني بتاعت الأراضي من أول الشعر وإحنا جايين كويس، بدأت الأراضي بتاعت عزبة الصعيدة ديت تغرق بمية المجاري، أصبح المنسوب بتاعها أعلى من منسوب الأرض نفسه. مشكلة الأرض المصرف ده تردم من تحت من ناحية البحيرة والناس بنوا عليه وتردم خلص، المية علت هنا ما عدناش بنعرف نحرت ونزرع الأرض. عملنا تلرفات وشكاوي المحافظ وزارة الزراعة الجمعيات، وصلنا لكل مسؤول يقول لك حاضر وياخد الورق أو يتحط من الأصح تحت الدرج والدفن. منذ ثورة 25 من يناير والتعديات تأكل النهر شيئا فشيئا. مشكلة الردم دي يعني إن هي أقيمت أثناء من بداية الثورة، وجميع البيوت اللي هي مبنية على شاطئ النيل صدر لها قرارات إزالة من قبل الوحدة المحلية ومركز ومدينة فرسكور، ولكن قرار الإزالة محدد بيقول ينفذ بمعرفة الوحدة المحلية وتحت حراسة الشرطة إذا لزم الأمر، والشرطة هنا ماهيش موجودة خالص، واللي مطلوب تنفيذ الإزالات أو حجب النيل عن المنازل دي يعني مسؤولية الوحدة المحلية والشرطة، والشرطة ما بتجيش والوحدة المحلية ما تعرفش تنفذ القرار لوحدها لأنهم مدنيين والناس هنا بتعمل معهم مشاكل وبيمسكوا فيهم وبيغلطوا فيهم وفي منهم اللي بنضرب. ضج كثير من الأهالي بسبب ما تقترفه أيادي ناثمة من سطو على النيل بردمه وإقامة مشروعات على ضفافه. إحنا بيقولنا النيل إن إحنا نشوفه بالفلوس، يعني حجبوا عننا الهوى، حجبوا عننا رؤية النيل. طبعا أنت عشان تنزل تشوف النيل طبعا يقول لك ده بقى ملك خاص ليا، ما ادفع بقى فلوس، ممكن يعملوا قاعة أفراح صالة أفراح ما أعرفش إيه، بيبين لنا الرؤية بتاع النيل. نهر النيل يكاد يجار بالشكوى من عقوق أبنائه الذين يعيشون على ضفافه وينعمون من خيراته.